بسم الله. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وتختم هذه الآية 154 هكذا، يقول مولانا: وليبتلي الله ما في صدوركم. كانك مؤمن مش تبقى على إيمانك وتواصل جهادك، وإذا كان كنت عكس ذلك فلا فشيطانك من أو حالك قالك أي رخك من هؤلاء، أي فر بجلدك، هي تفر بجلدك ولكن لا تفر بكليتك من عقاب الله، لأنك كنت منافقا منهزما. والتولي يوم الزحف إلا لأسباب معينة ذكرها ربنا في القرآن العظيم. من التولي يوم الزحف من الكبائر اللي مرتبتها بعد الشرك بالله وعقوق الأبوين ممكن، والسحر يكون هذا التولي يوم الزحف. صحوا معلوماتكم، احنا رينا وسمعنا وآمنا وصدقنا وطبقنا، أنتم خلاف ذلك فلا تنتظروا من الرحمن عموما إلا خزي وندامة. والسلام علينا أهل أمة محمد عليه السلام.